بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وقت قلنا ووقت الدم طبعا كيف بيني ما يمارسا وركب بدنا هلك الشيء قلنا هم أنا ملا يهود وحبذي اللي ما يه كلمة اللي يقول قرأ وحيكو صاب سانتا هاي أسباب ضعف المسلمين وحيابها كاني مسلم كتمر درديس إن ما تمر كأنه أجنو مسلم أردن هدين أجنو يهدين عرب أو قرأ أجنو عرب وأسلح بغلو مليون يهود الدنيا تكون نولنا وشنيه تون مليون وحي إسرائيل تشوقي وحكا مقام أمرك الله سكوتره معنى هيد وحويان بقول كي عربات بشان يهودات باكو بيج ميا و 5% بكي هدي مسلم وين الله اغنى مسلم كو تروين كو ويرا يشيغان هدا نو قادنا انا انا و بليون يا بات و 1% بي يهودي ماركا كات بقول كي مسلم ابا هل باكو بيج ميا ارال بر اسرائيل اذا شان 10 مليون بي كعبانيان لبا بليون بين ادمي وهو حاد عجيبة بليون ابن آدم أي شنية مليون كعبنا إياه وقضية رنتي آه وين إنك استو إن على الديرية ما لو رجل إنك سومالية أبوان كها تدواتنات كي دقال دي مركا يدعين حول إسرائيل مبودين بري دحين انتو دقو برتكو ما أفايستين وبغل يهودي رقبا بيرين ايو بارك وفد ايه برغل لهم قاعدين مولا مرقا وحوتي المامي هنا شريه تمكن هايه ضد بدنو كدن بايا هنا يتلان سكس طبعا نغطو تاريخ دا السلامي قامر كانوا دبو قلنا قلنا ما همرك كوالا مسلمين تو هاي الضعف الدريمان الدينو اقنا عهدي النبي عليه الصلاة والسلام وقت لقو حوق بدنا باتشيري هذا وقت يروق قوام بين لبدي الدولة دو الدنيا وحوق بدنا دور يتبان دقال بين لقل ما في ليا أي حاجة تخلصين تاريخي كده بيه هذا إنه أجننا مسلمين تو وقت يب بدنا وضعف أي دريمين بشرة وحكم إذا وقت جي منغوليا نسبة قبصدين عالم الإسلام هنتي سوق بدن حكم إذا وقت جي أيام أندلس مركي لقس وصار إسبانيا البرتغيس يلوكاسي إلا فرانسيسكا دع الكيسة أما باريس دع الكيسة أنا أهدو معركة البلاد هي مسلمين تقول كي غبصة دين دي بلغة صوت الصاري وحكم مدى بيت المقدس كلفتيسة وقت جاي غبصة دين أما الشام قايبا بدون حكم مدى غبصة دين وديجين كروسيرسكي أما كريستان كي يوروب كسو دول لما تجي وحاصل دار مركا نسكو صوت داره تاريخ ده أوروب كما أها إن أما بيت المقدس القبصة ما دول المسلمين القبصة ده مو مسلم للجبيه لكن سؤال شيء سوي دين تلو حويا مركز ته ولا قبصنا يي محيك سجناية مركز ته مسلمين تاي جبان حال كود الصدوها مركز ته يقولي سنة يي محيك يقولي سنة يي قضية ده وبهان إن دب تاريخ الله جبارو أما دب لو إجا واقاس أنت بدن مركا تاريخ دلقة والرمية وحنا وحي كتل ما مانين يهين أسباب داخلية بلشدة الحديدة وحكة شيرو وشبكو كييمي وحنا وحي كتل ما مان أسباب خارجية دبدا وحكا كييمي لكن وحي إله دان أنت وقب بدن له أسباب تخارجية إلا شيقة والنتائج ما ها سبب تحقيقية وانا الصدى أنت بدن شرح سورة آل عمران قصة توحد مركا إلهي وكور رمية لقو ما علين إن خالد با حريفة هاما دقاليها نهاما قدلوا الذين نهلا يا ما والله دكتر وحاصل دار لقو ما علين إيا دا يجرته لكن وحالة المامة وحن هو النتائج أصل كوين وها ضعف مسلم كقول دعي قدهيس ولقد صدقكم الله وعده إذا تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آيات ربضاً
ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku sharxaya asbaabtii daakhiliga ahayd ee muslimka ku dhacday. awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum in allaha cala kulli shayin qadiir. ilaahay wuxuu tilmaamayaa sababaha xaqiiqiga ee jabka keena inay yihiin sababa daakhiliya. walidalik qaacida caama baa qur-aanka ku taalo tilmaamaysa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. duulla waxay ku sugan yihiin, hadday badhaadho ku jiraan iyo hadday dhibahaysataba lagama bedelo, inay iyagu bedelaan mooyaane cama fi lanfus, waxa naftooda ku jira inay wax ka bedelaan mooyaane. waxaan odhan karnaa markaa sababtoo dhan waa la ijmaalin karaa hal midoo qura lagu tilmaami karaa, halkaa mida waa la tafsiilin karaa, waa la balballaadhin karaa, oo waxyaabaha ay sheegayso mid kaa guud waa la tafsiilin karaa, waa la sheegsheegi karaa. sababtu waa hal mida. marka hore waa ama diin ka tegis, diintoo la ihmaaliyo, diintoo jaahil laga noqdo, diintoo aan lagaga dhaqmin filumuuri shakhsiya ama filumuuri ijtimaaciya oo siyaasiya miday doontaa noqotee. waayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu sheegay ballan uu qaaday oo ah haddii diinta siday tahay loogu dhaqmo, maaha sidaad adigu u fahamsantay, waa siday iyadu tahay. diinahum alladhi irtada, sida alle uu raalli uga yahay haddii loogu dhaqmo. ilaahay baa ballan qaaday in guul la helayo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtada lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay-a waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun. waa ballanaale ilaahayna wuxuu leeyay wacda allahi laa yukhlifu allahu wacda walakina akhara annaasi laa yaclamuun. ilaahay wuxuu ballan qaaday oo dadka muslimiinta uu iyaba ahay haddii laga helo iimaan, iimaankii loo baahnaa, laga helo camal wanaagsan, camalkii ummad dhisaya saalixahe loo baahnaa, in dhulkan ilaahay subxaanahu watacaala iyaga khaliif uga dhigayo sidii dadkii iyaga ka horreeyeyba khaliifka loogaga dhigay, iyo in ilaahay diintooda makansiinayo diinahum aladii irtada lahum, diintii alla raalli uga noqday, maaha diintan aynu inagu fasirkeeda u qaadannay misbaxa iyo sijaayad inay tahay oo haddaad wardiga badsato oo ee masaajidka aad gashay inaad guulaysanaysa maaha. wardiga iyo misbaxada iyo salaad iyo kuwa kani waa wax loo baahan yahay, laakiin wa antum laaclawna in kuntum mu'miniin. sida awgeed iimaanku kii loo baahnaa hadduu noqdo ummadda muslimiinta ay iimaanka haysataa, kii la faray hadduu noqdo, oo ilaahay wuxuu leeyay wayaquuluuna aamanna billaahi wa biاlrasuul wa aطacna uma yatawalla fariiqu minhum min bacdi dalika wamaa ulaa'ika bilmu'miniin. qaar baa ilaahay tilmaamay afkana kale ilaah iyo rasuul baanu rumayno wax baanu ateecnay, laakiin ka jeesan iyo diintu jeedinaya war kuwaasi mu'min maaha baa ilaahay ku tilmaama. idan hadduu iimaanku kii dhabtaa uu yahay, waxaa ka dhasha camal saalixa oo isna camalkii dhabta ee shareecadu ay sheegaysaya. markaa waxaynu odhan karnaa mushkiladdeennoo dhammi haddaynu duuduubno, tafaasiishu ha dambayso, haddaynu duuduubno waa hal mida, waa diin la-aan, waa dacfi diinteenna ku jira, waa ku dhaqan la-aan diinteennaynu ku dhaqmi weynay. walidaalik buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo imaamu axmed ba warinayaan ee bimajmuuci turuqi culammadu leeyihin waa saxiix, idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaab albaqar wa raditum bizar wa taraktum aljihaada fii sabiili illaahi sallata allahu calaykum dhullan laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum. wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, haddaa ciinada ku dhaqantaan, ciinadu waa nooc min ariba, waa uun riba loo xeeladaystay, waa ninku aad tidhaahdo gaadhi iga iibi oo $1,000 iga sii, dabeetana iga iibso oo 800 isii,
marka meeshii wax weeyaan 800 qaadatay kuna waa laga rabaa 800 ribi saarantay uu weeyaan hada ciinada ku dhaqantaa buu nabagu tilmaamaya oo looda dabada qabsataan oo beeraha ku dhegtaan oo ilaahay jihaadkiisa ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku salli ka kacaynin ilaa iyo goorma xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa iyo diintiina u soo noqotaan baa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay aslu ducuf aw ducaf muslimiinta haya marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo diin xumadaasi oo tilmaamaysa inaan kitaabka rabbi iyo sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam siday sheegayeen loogu dhaqmayn bidaliil kuwii ku dhaqmay ballankan way heleen yaboohay nidhi ilaahay baa yaboohay kuwii ku dhaqmay marnaba may waayeen fi taariikh ama cahdu saxaaba ha noqoto ama cuhuudii ka dambaysa ha noqotee kuwii ku dhaqmi waayeena waa dulloobeen haddaynu isdhinaano waqtigu waa kooban yahe 2-3 qodob tilmaamo bitafsiila kow waxaynu leenahay waxyaabaha caalamulislaami ama umalislaamiya haysta waxaa ka mid ah cadam alqiyaada alraashida aw giyaab alimaam alcaalim alcaadil waxaa maqan hoggaankii qumanaa caalamulislaami waa dad taliska hayaa inta badan waa dad ama ducafa ah ama diin laawayaal ah ama aan mabda'aba rumaysanayn ama fahamkoodu uu gaaban yahay oo liito ama aragtiday diinta ka qabanaan ay aragti qurux la ahayn saa daraaddeed bay waxay ku dhaqmayaanuun inay dadka caburiyaan iyo inay nafta isugu keenaan iyo inay wax dulmiyaan iyo inay xorriyadda ka qaadaan iyo inay karaamo dilaan iyo inay baabi'iyaan alqiyam alinsaaniya waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamka bini aadamnimadiisa ama inay dadka adoonsadaan kuwa ugu ladan ee la ammaana waa kuwa u ogolaada dadku waxay cunaan inay helaan markuu cunnada ogolaado ayaa la ammaanaa la yidhaahdaa ninkaas waa nin fiicanoo waddankiisa bariskaa dadku cunaa idan marka aynu isku darro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay xadiidka uu ku tilmaamayo isbeddelka siyaasiga ee ku dhici doona qiyaadada muslimiinta waxa uu ku tilmaamay takunu nubuwa fiikum maa shaa allahu an takuun nebinima dhexdiina joogayso qiyaadada ambiya idiin haynaysa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii alla ka doono dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu leeyay suma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa maamul waddadii nebiga haya ayaa ku xigi doona dabeetana intii alla doonaabay ahaan doontaa kadibna ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu tilmaamayaa boqortooyo caada iyo boqortooyo jabariya kuwa dadka qaniinayo laynayo tumayo cadaadinayo dictatorise baa ku xigi doona buu nebigu tilmaamaya kuwaana ilaahay baa rafcin doona intii alla doonay joogi doona way rafcismi doonaan waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi soo noqon doona khilaafa calaa minhaaji nubuwa mar dambe oo dadku uu soo noqdo khilaafo dariiqii nebiga haysata uma sakat halkaa markuu marayay nebigu uu aamusay culamaa taariikh waxay yidhaahdaan taariikhda muslimiinta qayb ka mida buu nebigu tilmaamay qaybna wuu ka aamusay qaybta uu ka aamusay ilaahay baa og dawraadka dambe siday u socon doonaan dawradda tani laakiin saa afartaabay isugu xigaysaa afartani miyayna soo wada dhaafeen mise badh baa hadhsan rawiga maalan xadiidka warinaya xabiib xadiidka waxaa kale warinaya 2 saxaabi saxaabi iyadoo meel la fadhiyo oo uu fadhiyo xudayfata ibnu lyamaan oo uu fadhiyo bashiir ibnu saciid nucmaan ibnu bashiir aabihii oo nucmaan ibnu bashiir joogo ayaa abi thaclab alkhushani weydiinaya ayaa wuxuu odhanayaa war bashiira horta xadiidkii nebiga ma haysaa ee khilaafada ka warramayay ama umarada ka warramayay dabeetana muu jeclaan jirin baa la yidhahda inuu axaadiis badan sheego bashiir nucmaan ibnu bashiir aabihii xudayfa ibnu lyamaan oo fadhiya yidhi anaaga og anaa sheegaya dabeetana xadiidkan aynu akhriyana buu sheegay xabiib oo ah ninka nucmaan ibnu bashiir xadiidka ka warinaya isagu wuxuu ku fasiray
خلاف الراشدة مركا إذا ما أتي عهد الأموي إنه عضوض كان يجبر يعني بتشري خلاف على منهج النبوة أين يتهي عهد عمر بن عبد العزيز وحي كدم بينا سكت كهين كتيران ثم سكت وسوء فصيري روي حديث كاسي علماء كلا فصير كلا صارتان واجرا مهما تقول يعني الدورات كم يدون دورات كالتاريخ هي أهم مملكة مسلمين تمر يدون أبو نبي قشاقة دورات كاسي وحا كم مغضة إنو تشبا يسو مسلمين تاي هاسو سيدا عيسو وحا كلو كم مغضة إنو يدي مصان غنيسو مركا أي من هاج جنوب والرعدان إنو يقول إسان إسو قيادة دو أي كان نغطو مركا أي كواعاتو إن ملوك تا عضوط كي يجبري أي تشوكتنا ديكتاتر شبكا يقوى أي تشوكتنا وقت قال الله ما يأينا يتحيب أي حديث في قتل ما يأ هذا إنو سكا لو تلمامنو لابد أقوى ضبا إنو شيئنا الدين تقودهان إيا قيادة الراشد كا حديث سكوت المام يا باكر النبي عليه الصلاه والسلام اولي هي يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن مهاجرين اي نبي قوت المام شان شيت او هدي اي دعان الهي بان كم بنقل يا ان انا جوك كو لوي تحما ايضا نقنن وحك الرتب ما يوت المام يا نبي فاحشة يزنة يحموها هذي فافان وهي معلن نقضان دي كوو قرية الله كريستيو عالم لغا تاقايو عالم الإسلام قيبة بضانو كمي ده دي اللي سبابي دولة دوچرتا يو داري ليين يا قرية ميو ميلو هر قيسان الدين تان لرقين فاكين استريت كوا قرنسان ما هاد ميل قلقا دروكسا كتاقي دونتا على كل حال هذي زنة فافتو oo hadana ay mu'lan noqoto wax aan ay soo baxdo waxuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam duulka waxa lagu itaxaama xanuuna iyo bukaanaan ummadii hore hayn jirin ummadii miisaanka iyo mikyaalka baa'a mushtarka khiyaamadii sama bilowdo ilaa iyo abaar baa lagu qabtaa iyo sultaan jaa'ira madax had gudubta tijaarada ama miisaanka oo la qaldan noqoto أما شيئا وحا وكسم يسيا هيا الله صوغ لدها النغطو ما أنت نوى أكتين أما الدواها النغطو أما الراشينها النغطو إلى حد بأن لقال سيادات كبار أي إذا أدان هذا كنتال كان كنتم كي لكو قرنتين نيسان تور نوري أفرتان وبا مصابحيا سي كستبها النغطة حتى الخيامة دا سبادتنا وحالة المامية إن أباروه بدن دونان مدح ظالمين نددك لغو يتحامي دونا هدي زكادة لما نعيوه روب كا يران دونا بو نبي قلت الماميا روب نمي بس يودين هدي ان بهايم تا يددك وحابا هنياني چرين دد مبوريان بو نبي قول اي عهدي قال اي عهدي رسولك إلا اي وحي لهي كو يتحاما عدو قاطا وحيك عن تودا كو چرين هدي ددكو إلهي بلن كيسي يبلن كي رسولك بوريا كتاب يسونا دا ديدين عمران إلهي وحقوه تحامى صلت الله عليهم عدوا عدو با إلهي كوه تحامى وحي قعنته دو كجري وحكم إذاك قاضى أئمة دودو مدح دودو إلهي كتاب كيسا قم حكمان أو يتخير فيما أنزل الله خير ككمرات سدان تخير قوى طلب الخير خير ككمرات يان وحي ألا سودجي إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا يقع الله اسكوه تحامى يقع استله حديث كان ابن ماجه ما ورينا يا لفظ قال انا اخري وانا صحيح لغير بيع علماء لي اذا حديث كان لبش اي بوت المامه يا جوانب دين تكمد وحي هدي لغا تغو وحا سو بخيا يا قياده الظالم كاهي مركا اعتماد وحا سو بخيا دمانتود وحي تلمام يا مركا اصل كا ضعف المسلمين تو اني مسائل كان كوچرتو مساله الصدح هذا انت المام يا ما دام ربينا سوكو بوح ويا ومسألة التفرق والاختلاف والتفكك وعدم جمع الكلمة ومسألة أمدو إني بربرته أو كالتكتو أو إسخلافته أو إسدشو أو كالديراته سبب بدن بانا كينا مرك قال كود مشكلة سياسية في أيري مثل حدو داي واركتو إني سيداتا كينا مرك قال كود فهم كومنو دينيت با كينا وما انت واحد أركيس عالم الإسلامي دول وداد الشيخان يقول لك الحيو سببتنا حوية مدوى لبوحي سوحي سيد الدين تينو ساق وكيل كي فصر كيسونينو يهي
كي ربي الله صغ حق ربي كيمي انت كلنا اني باطل كسوغان تهي يانا والسبب كم اذا اسباب تختلاف كانت مركا سياسيين توا مختلفين وذا دبتر هو مختلفين عامد هو مختلفين قبائل هو مختلفين دولد هو مختلفين وحوض الصعداب ويريين وحوض الصعداب ويريين وحد مدابا ينو صفات يهود اللقو سفين اياك نبكو طاي إلهي يهود مركو سفين محويري بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إياك عراد ودير نفتا نحتا لواء دكتاي وحد مودي سدد ودشرما إلهي يري لكن قلبي يدو ويسيك لجيدا فلسطين تأمك الله هذا الهيو دي مسلم باو أود دور رقويو يري توما أننا وايدين إلى علينا ناية شنو يتوسع النظر بهذا اللي لي واحد برسم قال واحد لعنا لقى يلعلنا يا ده هو بيو حكى كاره بناء آدم لا يدي أن قايدين هذا إن إذا كنا جراعة يكون هذا يوا مسلمين وهذا يدل الإسلامية إن الجرجر بس يانك كاره إن لا يدا دور هذا وحسك علي سان حسك علي هذه كلا نعلى إذا كم هذا ور ما بين الله هاي أنا ترى هذا أنا وقوع قبنا يادتون أنا كل حكينا يا يوم دق دقاقنا هذا كنا تون ضعف في قهر كاسوكا مريا محوق قبنا يا ما شعيل بيهود أو قام أيه وبغيا أديك أبوك زوج عليا كان كهاي كاهون هتوما بتاعي يعني أنت بدنا وبغي وحلينا يا مركا فرقضوا أصل كوحها مسلمك ترى المؤمنين أما مثل المؤمنين رواية البخاري مسلم وهذا كيس المؤمنين تما تسالحه دوحه يهي مركا لا يجن حريستو ده إيوه إسعائل كودة هي إسعاون تودي هي سدب عودة سدي تشير قرة وهدي عضوة حبين كم إذا تشير كواي حنون صوت تشير كأنت كلا وسويتشي دي حنون وسويتشي دو مسلم كم يسدا ويجي مانتا مايا مدوا لبا لواحد أبو فكرية كليجي بلاء قريه كوكو حجة إن لقول دمان يين لقول نولي موجود قريه كوكو حجة إن كان لوغو بختين يين لغو نول يهي إن هذا غيب بيو بدن طهي إلهنا قرآن كوحو قتل ماما وأطيع الله وأطيع الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وارا الله يا الرسول كيسا داع وارها مرمنها اسقابننا ييدا ضعيف بلد الفشل في اللغة هو الضعف وضعيف إسانو والليدان إسان با إلهي لي وهو تذهب الريحكم ما قعيني يد ولا نمدين يد نمدين يشرفتين نواتجسا واصبروا إن الله مع الصابرين والصور تقل وحوقا حق حق شيء يدبين يدحدين كتشري كرته لكن واحد اللي يحل الرادي واصبروا إن الله مع الصابرين كلو قروا كلا يا علينا ما أورنين وهو اصبروا إن الله مع الصابرين إن يحل الرادي إنه وصبرنا بيه نبينا عليه الصلاة والسلام حديث البخاري وحليه لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وارهو يا هاي خلافنا وركو يدين كه الرية ويس خلافين دبتنا وي هلك سمين بان نبي قلت المامية وحلنا مكة سببت سبب خارجية معها مريكان باع عاونا يا مريكان كلي جيبا أفغانستان وحبي يلي ويس قال شن يا فرتن عيدا نوط شن يا فرتن دولة دو كريستن وطي قار مسلمين مو يدريا يوحي ميدي ينا ولا سعودين أكو شيء. قال ده الدولة ده سلامة كم إذا بقول يكنتن جيي بقول يكنتن أسكري واحد قبرني عن قرب ماي. وحن وقتنا لا يهايون. مع مريكان أكو شيء. مع قوة كسيدة بيها أكو شيء. إبليسنا أكو شيء. مريكان داي. هدي مسلم كو مسلم يهاي ماي دعدين وحدة داعية. دو مسلم كو مسلم ده بيهاي. وحدة داعية ما داعي. ولذلك. أديب كي مصري هي العقاد لورنشري هي إحدى كتبه وحليه مقال ورد ليراده كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه بيلي إن بضم بالارك أبو يلي باطلك إنه مدنية هي أموية هي وح لجمين كره أي وحن بولاية هي بولاية عدي مدنيدين يقوليسته يعني باطل حكم لها بولاية وح اللواية عدي يد مضنيت إن يقول ليسن كرتا ما يشك بحضي قطب كفراد أنت المام يا وحويان يا نبوك شجع عليه السلام
الوهم حب الدنيا وكراهية الموت ضدك النظرة دودين يدونك كسو قوبان هكي شاكو هادك هادا مقاصد جهادكو دين كم تشهد يا جنة رادين يا مال خالد وانا هين وانو انت ندونك حسابتك وانا انو هين لكن دادكو مركا اركتدو دو مصلحة شخصية يا دونك محان ديف يا ايو غيري كعرر يحول الرادين اي نقطو وكي حديثك النبي قلت الماما يوشك الأمم وأن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة الأكلة إلى قصعتها وحيو دايبو النبي قل عليه الصلاة والسلام إن أمضوه يسقوك إن يردى سيدك هو صبت له عسومد وضع له أي سقو يردان حيردة إنه وداقا سيدك عند الله وداقو إن ليدين وداقو والتعبير رنتي هذا عجيبة بناء آدم النار لنا وصف يا عنا اللي وداق يين نغضان نبي محمد وحكمت الماما يا سيد عنا ذا إن اللي يدين وداق وحيرنا الله يسوق يرنا إن الله يسوق كي يرنا بعد عندهم تا صحابة دي مركي كي يابي وحي له ذي أم يرام با إلهي رسول كسيو وحي سيد هذا نون دم لا إنت ضدك كي يراتا أي ما دوني يدين بابي دوم تا وحنا بقول بلنتم يوم أيدين كثير ماي مالي توا بدمتي لكن ضاد حربتهم بالليلي من بدن ضادكو مركو كحيه دوشا كسارا تثبتين حن بدو وزن ماله ميسان ماله اتجاهه مصعته بيو قلب صورك يكلا مانون بيو سبا اسمع شكل قادوا بيو هاد بسيدو يهي لانكستو بيا صوغا شاقيب بي لحدا يعني وحقي مكفر ديا ماها نوعا صوكا لا نقوني سابون نبي قولي ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يغضفن في قلوبكم الوهم قلب يدي اننا نمكا قالت قلبي غودنا ان اذا كعب صدام بوا لا ساري دونا ده مسلم قام عدو اذا كعب ستاي ما جيرتا وها لو اركي دونا بي لعب يو كلا ان ادلمي تاي اديك قلبي غانا وهني با لو توري وحي نادن الى الرسول كيسيه وهني غوني وا مخاي اف عربي وي قال لكن وحي غران لا ين وحن امد دم فريسينيا وحو ياي إلهي رسول كسيه وهنه هو محيبا إلى هذا نبي حكوه حب الدنيا وكراهية الموت وأدون جعيل يجيري كعرر نجيري كعرر قول هلالي ما يده قول وعكسو كي سد مشاكل يده بيو هذا عبسيدو كوكاشو وحبا ما جيران مداما قضب بضم بين فصيري كرنا لكن waxaan rabaa inaan iskaga soo koobo muslimku maanta intii sabadare waa aasantay qaar qaar bay isku dayay inay madaxa la soo baxaan oo bidaartu muuqata laakiin iyana waligaa ma tii sumay taagin waxaan leenahay tiro ma tiro yara ma dhul yara bale dhul strategy ah waxay dhaadaan badaha dunida inta kan taroosha ayaa dunida ka talisa malix bay sheegan kanaal mise shan kanaal ba dunida ku yaala mid mooyaana inta kale caalamka islaamiga buu gacantiisa ku jira hormuz iyo suwayis iyo kuwana waa isto turkiga iyo marka la isku daro panama oo qudhan gacantooda ku jira waxa dunida kanaal isku xira shidaalka dunidu intay joogaan buu yaala tirada dhalinyarada dunida ugu badan intay joogaan bay joogtaa dad wada wakana way horfadhidaane waxay raaliyeen kuma jiro Soomaa wa durida muslim koona baa dhalay yarada laakiin waxaan inuu sheegayna maqan waxaan inuu sheegayna maqan ah qiyaadada raashidka ahayd dadkan hoggaamin lahayd mabda'i xaqiiqiga ahay khayaaliga ahay ummadani qaadan lahayd midnimadii dhabta ahayd ummada muslimiinta si uu yaqaabuna ay ummidoobi kari lahaayeen آخر يجن الرادين تنبتا هيدا يكبح لها هايين من ذن سكي وحن أنشرين للرادين أيوه وحن نوران كرناون ما دام وقتك ووقت الدنبية هي هذا الكنا ربينا سوكوه تفصيل كواتي ربا دين كرنا لكن وحاسو تفصيل وحن كوكوه بيا من يريد الله به خيرا يفقه في دين هذا إنو دين تنقرنو وينو قرانا ان سينو حسق علينا يا سينو حمام الله يا سينو علم وبرنا يا سينو ضي حتى يا مالها كفوق ادنو وا قرانا لكن وحا كهر ريسا انينو ضد نقون مسلمه هدي تالو غوليستو وغوليسنا
waxaan cilmaaniyiintu inoo sheegtay compartment iyo compartment war waxaanoo dhammi diintay ku jiraan. Taariikhyahanada qaarba waxay dhahdaan Persia iyo Romaniski waxay dhahdaan xawaalay 1000 sannadood inkuu dhadhow bay isdilayeen. Qaarba waxay sheegaan ilaa 700 oo dagaal inay galeen may isriixin. Waxay dhahdaan muslimiintu qolana 15 bay la galeen, qolana 9 bay la galeen, 24 dagaal bay taariikhda dunida kaga saareen. Ragga ka saaraya waa raggii hawdka ka yimi ee aan dowlad hore aqoonin. Carabi maxay ku faani jiray? Qurayshi waxay odhan jirtay waxaan nahay qabiila Luqax. Luqax wax weeyaan dadan weligoodba loo talin, dad madax bannaan baanu ahaynoo dhulka iskaga nool. Marka waxaan ku soo koobayaa saxaaba waxay xadaarad iyo taariikh iyo ummad ku sameeyeen oo ka gedisan umanku bay dhahaan 400 sano ay dhismaan, laakiin tii saxaabadu bay dhahdaan aqsar waqti dunida wax la dhisay dhiseen. Waqtigii ugu koobnaa waayo dadkii ugu qumanaaye diintan qaatay ahay. Kuwii ka dambeeyey hadba jiilkii inuun roonaadee qaatay waxba iska dhiciyeen, weligoodna lama gumaysanin. Jiilkii ka tegayna ama mogool ha jeedho ama crusaders ha jeedhaan ama kuwan maanta cid haysataba aan la garanayna dunida kuwada dullaysan ha ahaadaan, waxoo dhan markaad isku darto waa dacfi gudaheenna ka jira. Cadow baa xoog batay taariikhda marnaba war may ahayn. Mar walba dunida ninka ay sahaysaan dee wuu fakerayo wuu tashanayay, laakiin dadka maanta intay ooyaan cadaaladda ka raadinaya United Nation ee ka raadinaya cadaaladda Yurub ee ka raadinaya ninka ay sahayeen inuu cadaalad sameeyo ma inuu naxariisto, sidaa marnaba guul laguma helo. Inteenan caawa halkan fadhidana ilaah unbaan gaalka inagu itixaamin adaynaba caawa maynan hoyanin ilaa tabarka la mahayne. Mashaakilku wuxuu yahay war hoy diinta ha loo noqdo akhriya dunba waa la guulaysanayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.